السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بس الـ part 2 في القصة ديت. هنكمل بروتوكول VRRB، تاني بروتوكول في عملية الـ layer 3 availability. بروتوكول سهل جدا، ما فيهوش أي مشكلة. هو نفس الـ HSRB باختلاف مصطلحات بس، يعني هو مش هياخد مننا حاجة، بحيث إن أنت أصلا يعني هو صعب أصلا إن أنت تطبقه، لأن هو introduced في الـ 4500 Supervisor Engine 2 وفي 6500 والسيريس الأعلى من كده. لكن اي مالتي لير سويتش زي 3550 و3560 و3750 والكلام ده كله مش متفعل عليه او مش موجود فيه الفي ار ار بي، تمام؟ فبالتالي مش هنقدر نطبقه، لان ابتداء من ال 4500 كور، انا عندي 4500 اوكي نو بروبلم، بس ال 4500 اللي عندي سوبرفايزر انجن 1، يعني هو في فرق بين السوبرفايزر بس. لكن حتى لو عندي سوبرفايزر انجن 2 اكيد مش هطبق على سويتش واحد، هيبقى الموضوع بس انت تعرف الفرق ما بينه هي عمليه مصطلحات بس، تمام؟ تعال نشوف مع بعض ايه هو الفي ار ار بي. هو فيرجوال راوتر ريدندنسي بروتوكول، دي ستاند فور، اللي هي الفي ار ار بي ستاند فور فيرجوال راوتر ريدندنسي بروتوكول. البروتوكول دوت ستاندرد بروتوكول ديفايند ان اي اي تي اف، اللي هي انترنت انجينيرنج تاسك فورس، يعني از جلوبال تقدر تشتغل بيه على مالتيبل فيندورز عادي، يعني راوتر سيسكو، راوتر ماكرو، راوتر جونيبر، وات ايفر، ايا كان ديفايس تقدر تشتغل ما بينهم في ار ار بي عادي، اللي هم الاثنين اللي كانوا في الديستريبيوشن لاير دول يا جماعه. اقدر اشغل ما بينهم في ار ار بي، لو راوتر ده سيسكو راوتر ده جونيبر عادي، مفيش مشكله الاثنين يشتغلوا ويتفاهموا مع بعض عادي، تمام؟ الفرق ما بين الفي ار ار بي والاتش اس ار بي في عمليه مصطلحات وادرسز بس بتختلف شويه، لكن هو نفس الكونفيجريشن يا جماعه، تمام؟ يعني اول حاجه ان كان عندي في الاتش اس ار بي كان عندي اكتف وستاند باي، صح؟ عندي في الفي ار ار بي ماستر راوتر وذ ايه هايست برايورتي، الاعلى برايورتي ما اسموش اكتف بقى، اسمه ايه؟ ماستر راوتر، تمام كده؟ يعني اسمه ايه؟ ماستر راوتر. يعني انسى قصه اكتف بقى ديت، لان اصبحت اسمها ايه؟ ماستر راوتر. طب بالنسبه للستاند باي دوت، لا، قال لك اي راوتر تاني بيشارك في الجروبس بتاعتنا هم اسمهم باك اب راوتر. يعني انا سي ده كان كده، ده الاكسس كان طالع لده ومطلع لده ومطلع لده، الديستريبيوشن اهوت والديستريبيوشن تاني، ده اسمه باك اب، ده اسمه ايه؟ باك اب. وايه ده اسمه باك اب هو كمان، كل دول ايه؟ باك اب. طب مين اللي ياخد محل الماستر بقى، يبقى هو اكتف بعديه؟ قال لك تاني افضل باك اب موجود، تمام؟ لو افضل برايورتي موجود، يعني يكون ده كان اعلى برايورتي كان 200، ده 150 150 120 110، تمام؟ مين اللي ياخد؟ هو ال 150 هو اللي ياخد القصه دي، تمام؟ هو بيقول لك all other routers as a backup router، تمام؟ طيب بالنسبه للماك ادرس بتاعي، بيستخدم فيرجوال ماك ادرس، ده الماك ادرس بتاعه، تمام؟ اللي هو 405 اي 0، حيث الاكسين اللي في الاخر دول بيمثلوا برضو رقم الفي ار ار بي جروب، تمام؟ نفس كل حاجه، نفس الجروب، بتكاري جروب فيها بريمت فيها كل حاجه. الاكس اكس ديت هي رقم الجروب، يعني سي مثلا رقم الجروب بتاعتي من 1 لحد 16، الجروب بتاعتي رقمها 1 مثلا، هتنزل 01، تمام كده؟ يعني الجروب بتاعتي 1 هتنزل 1. طب رقمها 3 هتنزل 3، لان الرقم ده مكتوب ايه؟ بالديجيتس عاديه، بالديسمال مش بالهكس ديسمال. في الاتش اس ار بي كان بيتكتب بايه؟ بالهكس ديسمال، نفرق ما بين الاثنين دول. طيب بعد كده الفي ار ار بي ادفرتايزمنت سنت اوت افري 1 سكند، يعني الهيلو مسج بتاعت الفي ار ار بي بتتبعت ايه؟ كل 1 سكند، والديت بتاعها افري 3 سكند، يعني اللي هو ايه؟ 3 في الهيلو، مظبوط كده؟ طيب بيبعت القصه ديت على الادرس بتاعنا اللي هو 224.00 00 كام؟ 18. وما بيستخدمش لو تي سي بي ولا هو يو دي بي، هو بيستخدم بروتوكول اي بي ورقمه 112، تمام كده؟ يبقى دي بس معلومات ايه تفرق عن الاتش اس ار بي، الهيلو مسج التايم بتاعها والديت تايم، المالتي كاست ادرس، الماك ادرس بتاعنا، عمليه المصطلحات او التيرمينولوجيز بتاعتي في اللي هو ايه؟ ماستر وباك اب راوتر انستد اوف اللي هو المين الاكتف والستاند باي، تمام؟ طب بالنسبه للكونفيجريشن بتاعته ما فيهاش ادنى مشكله خالص، بخش على الانترفيس بتاعي بقول له في ار ار بي جروب، نفس القصه بالظبط اهوت، بقول له البرايورتي بتاعتي، البرايورتي الديفولت برضه بيساوي 100. طب الادفرتايزمنت بتاعك كل 1 سكند. طيب بالنسبه للليرن ذا ادفرتايز انترفال فروم ذا ماستر راوتر، عايز تتعلم بقد ايه؟ الديسيبل بريمت تقدر تقول له بريمت، طبعا لو شلت كلمه نو تبقى انت بتفعل البريمت، طب تحطها بنو تقفل البريمت. طب الديلي بتاعك البريمت ديلي اهوت، واقدر احط الديلي بتاعي. اوثنتيكيشن نفس القصه، الفي ار ار بي اي بي برضه نفس الموضوع، يعني الكوماند نفسه اختلف من كلمه ستاند باي بدلت بايه؟
بي في ار ار بي بس. تمام، ده اللي كان ايه الفرق لك، والفرق طبعا في المصطلحات وعمليه المالتي كاست والماك ادرس والكلام ده كله. تمام، بالنسبه لو عايز تعمل لوب بالانسنج نفس القصه بالظبط، يعني لازم اقسم النتورك بتاعتي جزئين، 100 هوست مثلا يطلعوا بجيت واي ما، والتاني ايه جيت واي تاني، واقدر اوزع واحد هو برايمري الجروب وستاند باي للثانيه، والعكس على المالتي سويتش الثاني هو ستاند باي لوحده وماستر للاولانيه. تمام، نفس القصه بالظبط، ما فيهاش ادنى مشكله، مش هتواجه مشكله في قصه الفي ار بي، نفس الكوماندات بالظبط. هتقولي طب احنا ما طبقناهوش ليه؟ هو اولا سهل، اضافه ان انا ما عنديش يعني اكيد النتورك بتاعتي او الراك بتاعي ما جبتش فيه 3 4 سويتشات او 4 3 4 سويتشات مالتي ريل سويتش كور 4500، لان هو كوست عالي جدا، حجمه كبير جدا. الراك بتاعك يا دوب بيقدر يكفي 2 او 3 مالتي ريل سويتش اللي هو ال 4500، لانه كبير يعني هو حجمه كبير. اضافه ان هو الكوست بتاعه غالي جدا، وتقدر تستغنى عن كل الفيتشرز بتاعته اللي بيسبورتها ال 4500، في 3560 بيسبورت نفس الكلام، لكن الفكره بس ان هو ده كور وده ممكن يتحط في الديستريبيوشن، مش ده مش هنتكلم في جزئيه ايه ديفايسز. الموضوع سهل مش محتاج حاجه، ممكن لو انت عملتها ريتن تبقى تغلبت على المشكله دي. تمام، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.